شاء الله يجنن كلبك. ولا وش ما شاء الله شوف كلبي. العب مع العب مع العب مع العب مع انا بلعب مع حقك انا بلعب ما شاء الله يا ربي ايش بغى يا الله الله يحفظ لك ما شاء الله. خلنا جلس ابو خالد يما يخلصون استريح. ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله. شون جيكس بونجا وأحمد فكرة جديدة هو مقطع جديد يا جماعة الخير اسمعوا وركزوا عشان تفهمون وش اللي صاير أمامكم لأن هذه فكرة ما حد سواها قبل. قرر أحد المشرفين عندي بالقناة أنه يجمع الهوامير اللي بتوجهه البث المباشر اللي كل يوم نبثه ويسوي لي تحدي أنا وأبو خالد لأول مرة يا جماعة. أنا ومودي أبو خالد ما نتهاوش كل هذا بسبب التحدي والفلوس. قررنا نتعاون ونوحد خبثنا عشان نطلع الزابن فيهم اللي هو أبو براء. التحدي فكرته كالتالي: أبو براء هذا شخص معه واحد اسمه سيف، خلوا معانا جيم وقالوا لنا اسمعوا احنا راح نزبن في العالم كامل في الخريطة كاملة وانتوا لازم تلقونا عندكم 10 دقائق. قلنا له طيب أبو براء صعب جدا كيف نلقاكم ما فيه أماكن كثيرة مرة. قال اسمع التحدي عليه فوق $1,000 وغير هذا كله أبا أعطيكم 5 مدن تحذفونها و3 أسئلة تسألوني إياها تقربون لي. إذا لقيتوني أنا وخويي وعرفتوا مكاننا تجمعونا مع بعض وتحددون واحد مننا فقط تذبحونه. إذا الشخص اللي مات أبو براء اللي هو راعي التحدي لكم نقطة، إذا جمعتوا 3 نقاط كاملة تأخذون الجائزة، إذا جمعتوا نقطتين تأخذون الجائزة أقل. فهمتوا؟ يعني بكل اختصار عندنا 10 دقائق يزبنون فيها ثم ندخل وراهم الخريطة ونبدأ ندور عليهم. إذا حصلناهم مع تحرياتنا وكل شيء راح بإذن الله أن نكسب الجائزة. يا جماعة 2 مليون بالطريق، ساعدونا نوصلها الله يسعدكم. فهذه فكرة التحدي، لا تنسى اللايك والاشتراك، صلوا على نبينا محمد 2 مليون، لا تنسون تكفون الاشتراك والجرس. السلام عليكم. حلو 10 دقائق يعني عندنا. حول 10 دقائق. طيب أوكي. أنا معكم ها. يلا أوكي عطنا أول تلميحة. أول تلميحة المكان اللي إحنا فيه على أطراف الماب. على أطراف الماب حلو حلو. طيب لو فتحنا أطراف أبو خالد ركز معي المكان على أطراف الماب وغير كذا هذه مدينة يا أبو برا صح مدينة يعني مو مكان مو مسمى مدينة. أيوة أيوة مدينة. طيب مدينة. أبو خالد عندنا ذا ريج عندنا هولي سيت سويتي ذا شارك كراتشي والله كثير مرة. ابو شايع ها. في سؤال عادي. ايش سؤالك؟ هل المدينة تحمل بوتات في الببليك؟ لا ترى عندك 5 قيام عندك 5 قيام عفوا عندك 5 مدن اماكن اقدر احذفها لك مجانا بعدها بتصير فلوس. طيب هل المدينة على البحر؟ مدينة على البحر؟ لا مو مرة. لا على البحر ولا لا؟ البحر جنبها بالضبط؟ لا لا مو بجنبها بالضبط لا. يعني زي سويتي ساند ذا شارك هذه يعتبر على البحر ترى. اي لا لا مو بها. لا طيب باقي لنا السؤال الاخير. هل المدينة جنبها جبال ثلجية؟ حولها تقريبا. حلو طيب يعني عندنا أيوة طيب أيوة. عندنا جروتو ريتيل ليزي ميستي. طيب نبدأ نختار أول مدينة هل هي ريتيل؟ لا غلط أبو خالد المدينة الثانية عندك. المدينة الثانية هل إنها ميستي؟ أيوة يا عمري ميستي 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 أسطورة يا أبو خالد. راح وين ميستي وين ميستي ميستي كم باقي عندنا 8 دقائق صح؟ أبو خالد يلا 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 ننزل مستي نمسحها مسح لا تذبح أحد يا أبو خالد لا تسوي أي شيء اللي تمسكه قل لهم أنت مرفوع عليك السلاح وتعال النص خله يجي النص أنا عندي إحساس والله إني خايف والله معلي 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 أبو برا أنت داخل مستي أهم شيء داخل مستي يب يب داخل مستي بالضبط يلا تدري أحس إنهم بيش إيه بالزباير أتوقع زبنين كسر أمها. طيب وين أنا بزبن لو أنا قطوة بمستي لو أنا قطوة بمستي وين بزبن شم يا ابو خالد اذا لقيت سلاح ماخوذ رصاصه شيء اعرف انه في ناس على طول ها ياب هم اخذوا شيء اذكيهم عليك دور دور وش يقرب يقرب لم يقرب لم يقرب لمي لا 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 ابغى افترق ما في وقت ابو خالد تكفى البيت اللي ذا حط فيه علامه ابن فيه شيء البيت اللي ذا حط فيه علامه ابن فيه شيء طيب وينهم كم باقي 33 باقي 7 دقائق يا مودي 7 دقائق ترى احتمال يزبن في مكان مرتع فوق ويكسر البنايه اي زباله تشوفها كسرها ايوه 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 تكفى يا ابوي وين ذولي رايحين تحت الادراج الدرج تحت اي درج لقيته تعال تعال وقف 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 السلاح على راسك السلاح على راسك تعال عندي تعال عندي تعال 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 هنا 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 خله هنا خله هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا
لا تتحرك، تعال هنا، تعال هنا، تعال تعال دور فاني، دور فاني معي، اكيد خويا مو جنبه، اكيد خويا مو جنبه، تعال جاديك بسرعه، تعال معي. اذا خلص الوقت ولا لقيتونا طيب 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 نلقى نلقى، دور في البيوت اللي بالزوايا، صدقني ابو برا اللي زابن، صدقني ابو برا اللي زابن الحين زابنا وسخه، ابو برا اللي ابو خالد اللي لقيته وين كان زابن؟ زابن تحت درج. اجل هذا هذا صدقني انه سيف اللي لقيته انت، ابو برا زبراته وسخه، بزبل زبنا وسخه. برج الساعة، برج الساعة، برج الساعة، ما دورت برج الساعة، روح برج الساعة، روح برج الساعة. ما دورنا؟ لا لا ما راح، ما راح برج الساعة، حصلته، تكفى يا مودي، تكفى يا ابو خالد. كسر اصبر. جنب مكان خزيه، الزبايل الزبايل. هنا في زبايل، هنا في زبايل، ولد وينه يا عيال وينه؟ برج الساعة ما فيه، يا اخي دور بالزبايل، اي زبايل شوف اكسرها. طيب عطى عطى اي شيء قريب، انت قريب من البحر ولا لا يا اخي، ساعدنا بشيء. راح راح الله يلعن ام الغبنه ورب الكعبه غبنه، خليني اشوفك طالع برا. طيب انت بيوت ولا ما انت بيوت؟ انا بالبيوت. ابو خالد، ابو خالد صدقني انك انت ما دورت زين في الجهه هذيك، اتوقع انه عندك. انا مدور زين صدقني. كم باقي؟ طيب شوف لو بقيت 30 ثانيه بعطيكم تلميحه مره واضحه. ابو خالد مدور زين، مدور زين يا ابو خالد. يا اخي والله مدور زين والله، الجسر تحت الجسر شفته؟ دورت ما في احد تحت الجسر، الكوخ. رحمتكم الصراحه يعني انا. ايوه ايوه ارحمنا ارحمنا، امسك. قهرني ليه؟ قهرني ليه؟ قهرني. خليني اسمع، انا البيت حقي جنب المكان اللي مسكته فيه سيف. ابو خالد قاعد يتكلم بصيغه انا، قاعد يتكلم بصيغه 50 ثانيه. ايش ابو خالد؟ انا لا 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 لا، وين لقيت سيف؟ وين لقيت انت؟ وين لقيت انت؟ وين لقيت؟ وين لقيت؟ وين لقيت؟ يمين 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 يمين، لقيت يمين البيت لا. وين لقيت؟ هنا انت لقي، هنا وين لقي؟ اجل هو جنبه، هو جنبه، هنا 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 هنا. فجر فجر. تعال 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 تعال. طيب اسمعني وركز معي الان، حنا بين امرين، يا ان تعبنا كله بروح يا ان بلاش. شوف ابو مودي، مودي ابو خالد حبيبي، قال هم بيسوون مجانين، اوكي بيسوون مجانين، هم بيلخمونا. ابو برا قبل شوي سوى حركه وانا جسيت النبض فيه، تدري ايش قال؟ تدري ايش قال؟ ليش تغيرون اماكنكم؟ ليش تغيرون اماكنكم؟ لحظه لحظه دقيقه، اللي لقيناه هناك، اللي لقيناه هناك بالله يجي هنا، اللي لقيناه هناك يجي هنا يا عيال. لا 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 لا، ليش؟ ما لنا، ما لنا ذنب، احنا ما لنا ذنب. طيب احنا بنفرقكم. اللي لقيناه هناك، اللي لقيناه اول بيت مين؟ اللي لقيناه اول بيت وين ينقز؟ اللي لقيناه اول بيت ينقز. انا انا ابو خالد قاعدين يجرون. اسمع اسمع ابو خالد. شوف شوف شوف. طيب ابى اقول لك شيء، تبي تبي تحليلي الشخصي؟ مشرفيني وانا ادرى فيهم. هذا نعال ابو برا، هذا نعال. قبل شوي ايش قال؟ قال اذا بقت 30 ثانيه ابعطيكم تلميح انا وين. يعني تكلم بصيغه النفس، يعني يبي يقنعنا انه هو هذا اللي كان هناك. صدقني ان ابو برا الاول، ابو برا الاول، هذا احساس. ما نبي اول شيء، لازم نطلع ابو برا. ايوه ما نبي تحريات كلب، الله يرحم والديك. لا 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 بموت بموت بموت. طيب اسمع 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 اسمع، هذا ضرب بوكس، هذا ضرب بوكس صح، هذا ضرب بوكس صح. ايوه ابو برا، ابو برا ماوس، ابو برا ما ابو برا مو ماوس، ابو برا ايباد، ايباد يعني لمس الايباد حقه بالغلط وضرب بالاكس. لكن اسمعني اسمعني، لا 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 لا، احتمال ان سيف اسمع، احتمال ان سيف حط اليد بالارض وطلقت من نفسها كذا، طلقت من نفسها. ها حريات كلب هذه ما نبيها، تمام؟ طيب يا ولد بس بس قاعدين يبدلون. لا 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 ورب الكعبه وقسم بالله تبدلون مكان يا عيال. هانا انه يقوم بوكس. ابو 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 خالد تثق فيني؟ تثق؟ اثق فيك رب البيت. شوف احب التحريات حقك. اسمع هذا المشرف انا اعرفه، خبيث خبيث، هو بيسوي نفسه قبل شوي. لك صدقني صدقني انه اللي 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 على اللي على اللي على اليمين ابو شايع. والله ابو خالد ما ادري. ابو شايع لا ترى لا تخرج امي، تراك خارجني انت يعني. هد هد تحريات كلب ما بيها. مد 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 يا سيدي. شفت يوم نقول اللي مسكناه هنا؟ ايوه جبت الابره. ايوه قال هنا سيوف. ايوه سيف تكلم. صدقني انني صار، صدقني انني صار. واحد اثنين ثلاثه. بقلنا مو حاولتين، بقلنا مو حاولتين، بقلنا مو حاولتين. طيب خير ده، اقول قول قول فديتك الكلب. نطيت من الكرسي، خطر خطر ينكسر. يا عمري يا عمري يا كلبي يا كلبي انت يا كلبي الاليف يا كلبي الكريم. ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك لي يا الكلب. الحمد لله.
تدري انا جرني سيف الكلب ايش قال؟ ايوه لا سيف طرح نفسه في البدايه، سيف طرح نفسه في البدايه، تكلم في البدايه طرح نفسه. هو مو غبي، انا شكيت هنا قلت لا لا انا توقعت على نياته، توقعت على نياته مو قاصد. حطوا لي دي والله يا كلبك ينبح كثير والله منك شايف ابوه. يا كلب يا كلب يا حيوان الأب الكبير، أنت الأب الروحاني حق سلالة الكلاب. طيب بدأ الوقت يا عيال، إذا صارت 40 انتهى وقتنا تمام. طيب ركبنا الهليكوبتر الآن. بنبدأ السؤال الأول طول عمر السلامة، هل المدينة قريبة من البحر أو على البحر؟ يب قريبة من البحر، يعني على البحر تقريبا، يعني على أطراف الماء. طيب أوكي، هل المدينة فيها بوتات؟ ابو خالد اسال. جميل. سؤال ذكي. طيب هل المدينه عندها جزر كثيره؟ لا ابو خالد السؤال لا كذا خلصت اسئلتكم، خلصت. طيب والسؤال جواب سويدي ولا يعني ولا شارك، يعني مو جنبها جزر صح؟ مو جنبها جزر. ايوه ايه خلاص يعني بن لا ما في. طيب بنكنسل سويتي وبنكنسل بارك وبنكنسل ذا شارك تمام، وبنكنسل قراجي بعد جنبها جزيره، بنكنسل مستي بعد. وليزي برضو. ليزي وينها؟ ليزي لينكس ما في ليزي. ليزي جنب مستي. لا 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 لا. أيوة صح بعد. وعمري والله كنسلنا كثير. طيب بنبدأ بأول مدينة. سليربي. سليربي لا. أبو خالد دورك. ديرتي. لا مو ديرتي. طيب استيمي. يب. استيمي بسم الله. مشينا أبو خالد. وينها؟ فوق مين؟ والله بعيدة مرة عننا، نزلنا مكان غلط حنا. والله ما بقى إلا 8 دقايق يا أخي. طيب اسمع. شفت البيت الكبير اللي 20 دور هذا اللي فوقه زي العمود؟ أيوة. هذا عليك أنت، أوكي؟ امسحه كامل، امسحه من فوق لتحت. أنا علي المنطقة اللي قريبة من جهتنا هذه اللي في الأرض، أبى أنزل هناك بدورها بسرعة. والله مرة كبيرة يا ولد، مرة كبيرة. أنت بتذبحهم بالغلط، انتبه. بس باقي أدور. ترى باقي دقيقة. تخشي، والله إنك تخشي، باقي سبع دقايق حبيبي. حبيبي 50. 50 10 دقائق بعطينا انتم. ايوه اوكي معليش حسن، معليش ماي باد. ها شباب يلا مو لكم علي. برجع عند الهواي. ها بدور عند الهواي بين الصناديق. عرفت الصناديق؟ ود الهواي هذه ما في احد، بروح للثانيه. دور البيت هذا زين. تكفى يا ابو خالد، عندك متاكد؟ دورت باللي عندي كل شيء ما في. زبير لقيت واحد تعال لقيت واحد تعال القطوه تعالي خليك هنا بسرعه. لقيت في الحاويات. والله اني قايل لك بالصناديق ذي. دوس كمل يا عيال. وين في مكان في بالكم؟ ابو خالد فتشت زين. تكفى والله كل شيء فتشته زين. والله بدور في الزباين اللي عندي هنا يا ابوي. تعبت. لا مو بوقتك انت. بيتكلم ما عرفت الخطة انت. فتشت هنا زين؟ مرة زين. لا تجي هنا انتهى. يا رجل ما فتشت زين. شوف هذه المنطقة ما حد دخلها. شوف تبينا نخصم؟ ما عندنا مشكلة، انا نشتغل بالفلوس. كم الخصم؟ كم؟ 20 دولار. كم؟ 20. تم يلا تم عادي. وينك؟ لا ابو خالد دازم. باقي اصبر. باقي 3 دقايق. بخاطر بقدر دقائق. خلاص 20 دولار. يا ابو شاي اصبر. 20 دولار تستاهل. 20 والله ايزي يساعدنا. بس يعني تعطينا شيء واضح، يعني شيء قريب من ذا. وانا اقول كم باقي دقيقه؟ 3 دقائق. باقي دقيقتين و50 ثانيه. عطنا هند. عطنا انا في المبنى اللي فيه احمد. بخاطر عندي بخاطر. الله يقطعك في المبنى حقك. هنا دور ورب الكعبه النقوه. وين شفته في الهنتات؟ قايل لك انك ما دورت زين. قايل لك والله اني مفتش امه. وين؟ ونص يا شباب. يا اخي ايوه هنا بالحمامات. دور بالحمامات يبقى بالحمامات. بخاطر دقيقه ونص. الحمد لله. تعال. طيب تدري اقول لك شيء؟ صوت سمودي مر من عندي حرفيا في ذمتك. ابو خالد قاعد يوهمنا ان هذا هو مبهو،
لكن اجلس 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 طيب شوف ابو خالد ابو خالد شفت الجيم قبل شوي هذه انا سكت فيها وما تكلمت لحظه عشان اعلمك انا ما تكلمت سكت تعال اوريك تعال 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 طلع هذا طلع راس هذا من وراء تشوف طلع راس هذا من وراء تشوف تشوف ابو خالد يلا ابو خالد والذكاء والذكاء ليف ايوه سكت سكت توي اشوفه قبل شوي في الجيم اللي قبله وما عاد تكلمت من اول ذبحه شفتها وساكت ما ابي اتكلم ابي اضمن نص الجائزه بالحنكه والتحريات الكلبيه ايوه عدل سكناتكم باقي اخر جيم والله على طقم الكلاب هذا فادنا قسم بالله ما شاء الله تبارك الله والله العظيم انه فاد ما شاء الله والله كلبك ما يسمع كلام شوف شوف هلا طيب حقي اشوف حقك انت شوف حقك ما شاء الله زي ابوه اليف تعال 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 زي ابوه ملعون الوالد الله يا صايم استغفر الله استغفر الله شوف الحيوان عادي ايوه الحيوانات 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 قهرني كل شيء يقول نفس ابوه ما تموت ما خلنا ننزل جات نبغى نبغى فرينزي فرينزي قلت لك تعال نفس سيرتنا ابو خالد ولا نعدل شوي حقه الجزر حقتك هسه مين مضمونه ابو خالد ركز بالعكس تدري حقه الجزر وش هي بتشيل منك مدن كثيره والله لو نقول له فيها سلاح ميثك تصدق بتشيل مني اربع مدن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة بتشيل خمس مدن حقة الميثك خلينا نسأل على حقة الميثك طيب ولا لا أيوة نقول له حقة البوتات نقول له حقة البوت اللي فيها بوتات لان بارك فيها بوتات و ومن بعد فيها بوتات ايوه بارك فيها بوتات عشان كذا تسمى البارك وكل المدن هاي اللي فيها ميثك خلينا نسأل سؤال البوتات مهم مرة يلا ابو برا ركبنا الطيارة اللي انا سمعتها طيب يا ابو برا المدينة فيها بوتات السؤال الاول المدينة يب فيها بوتات فيها بوتات حلو ايوه اوكي 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 شكلها 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 طيب تحاوطها المياه دقيقه ولا اقطع كلامكم قبل ما شو اسمه اللي بيلقاني اول واحد في الجيم هذا طيب تجي 200 دولار على قناته او على يعني بتجي ابو خالد كذا نتفرق احنا طيب هل هي محيطه فيها المدينه من المياه من اكثر من جهه تقريبا محاطه يعني من كل الجهات من كم جهه طيب اوكي من كم جهه يعني ديرتي احتمال كبير ديرتي او قراجي اوكي اصبر باقي لكم سؤال واحد اوكي باقي لنا سؤال واحد هل المدينه لا يقول فيها بوتات هل المدينه فيها سلاح مثلك ايه فيها سلاح اوكي طيب المدينه الاولى ايجنسي يب ايجنسي اوكي انزل ابو خالد ابو خالد يقول سمعت صوت انا تو ترى سبع دقائق عندكم سبع دقائق ابو خالد يقول سمعت صوت انا تسوي يقول يا عيال انتم عادي يلا طيب اوكي حصلت واحد تمام. الحقني وين حصلته الحقني لو سمحت الله يهينك الحقني لو سمحت خلاص هذا تبعك يا محمد من عندي 300 لا يا محمد بس كل شيء اوكي انا اخترت هذولي انا لقيتهم كلهم والله حرام انا لقيتهم كلهم حبايبي كتاكيتي حب كتاكيتي تعالوا كتاكيتي عندك الان 200 دولار اوكي انا ضمنت ايوه انت ضمنت ايوه 200 دولار باقي انا اضمن ايوه النص أيوة. اللي بيجينا اصلا ايوه في مداخله ايوه اذا احمد ذبح الغلط لا خلاص روح المودي ليش انا لاقي اثنين انا لاقي اثنين لا انا لاقي اثنين يا عمر ايوه ابو برا هذا لا يا الكلب يا الوسخ ابو برا يا الحقود اقسم بالله انك حقود يا الكلب اطلع برا حسبي الله عليك اطلع برا انا لاقي اثنين كلهم اطلع خليني انقي كتاكيتي لحالي انا اطلع برا خليني اتفاهم معهم اطلع برا انا خويك اطلع برا الفلوس تفرقنا الفلوس تفرق اخوياك يا كلب اقسم بالله ابو خالد اني لقيت اثنين انا المفروض اني على الاقل عندي شرف التنقي اول واحد
بسألهم اسئلة. راضين اجل اسمعني اسمعني انا اسمع 100 100 يلا. انا لاقي اثنين. لا والله اطلع برا اطلع برا. انا لاقي اثنين 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 لاقي اثنين شميتهم قعدت اشم بكل ما اوتيت من قوة. حرام عليك تاخذ مني. اطلع برا كمان بوي اطلع برا كمان بوي برا برا بوي تعال حبيبي يلا حبيبي يلا 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 شوف اسمع 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 اصبر باقي الحين نجيبهم نجيبهم. طيب اصبر طيب اوكي واحد من هذولي اللي لقيته الاول ينقز اللي لقيته الاول ينقز اللي لقيته الاول اذا اللي لقاه شنق الاول ينقز سريع. لا استهبال لا استهبال كذا لا استهبال كذا استهبال. اللي لقيته الاول واحد لقيته ينقز. اصبر لا 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 اصبر 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 اصبر. صوت 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 ابو خالد ثواني. صوت صوت ابو خالد اطلق صوت ابو خالد ثواني. هذا قبل شوي نقز اول واحد صح؟ يب. هذا نقز اول واحد قبل شوي. طيب هذا انك بنقز اول واحد يحسبني انا لقيت اول واحد لكن ابو برا هذا هذا ابو برا. لا تحريات الكلب تحريات الكلب تحريات على طول تطلق. ليش طلقت ليش ليش قهر غبني. يعني يا مودي انت ترى ضامن لك 200 دولار لانك انت ذبحني ذبحني عشان تاخذ 200 ها. ايوه خلاص كذا خليت 200 دولار حبيبي. الله يخليك. الله يلعن ام الغبر يا ابو براء. انا لاقي سنين. الله يضيعك علينا فوق قلبك. انا لاقي اثنين انا لاقي اثنين انا لاقي اثنين لاقي اثنين لاقي اثنين انا تدري تدري لحظه خل لاقي اثنين. تدري انك ضيعت علينا فوق 2000 دولار ولا ما تدري؟ تدري فوق 2000 دولار يعني ضيعت علينا الان. الفلوس ما هي بيدي انا بيت اللي اللي بعطيك مساميهم الحين اذا تبوني اعطيكم اياها. انتم تشاوروا معهم هم موجودين في البث الان. يلا تشاوروا معهم منهم اعطوهم الكلام. بس انا فيني حرقان فيني حرقان. دقيقه دقيقه ابو خالد اقسم بالله اني اسف يا اخي اقسم بالله. تكفى يا ولد وقف. لا ابعد عني ابعد عني ابعد عني. لا تجيني لا تجيني لا تجيني فيني حرقان. وخر وخر. تكفى ابو خالد تكفى يا ولد اقسم بالله اني انقهرت. رب الكعبه اني انقهرت ورب النعمة اني قافط ابو براء اللي على اليسار مسوي مجنون. لكن هذا الدقن الضعيف استعجل. ابو شن لا تكرري لا تكرري تكرري. متكي على جبل ما طلع جبل طلع هضبة في ريحة مطر. قهرني يا اخي ماك اسمع يا اخي اقسم بجلال الله ان في فكرة بمخي ابغى اشرحها لكم بس ما قدرت. خلوني اشرحها لكم ورب الكعبة اني لا اشرحها لكم. اول شيء انا سألت سؤال قلت يا ابو خالد ابيك تسمعني. قلت اللي لقيته الاول ابغاه ينقز. سيف اللي كان موجود ابو براء الكلب النجس الحقود نقز اول مرة الحيوان وهو كذاب. ليش يكذب علي ابو براء الكذاب الحقود؟ ثم يوم نقز اول مرة قلت انه ترى سيف يستعمل جوال يعني ديلي 10 ثواني. يا اخي يا اخي كل تبن يا اخي اسمعني يا ابو ازيك ديلي 10 ثواني والله لو انه يلعب بالفضاء ديلي 10 ثواني قال. طيب كم طلعت هذا فلوسنا يعني الحمد لله على كل حال. دقيقة انا ضمنت الان 200 اوكي ولا مو اوكي؟ لا ما ضمنت. ليش ضمنتها؟ المفروض 100 100 انا لاقي لك انا لاقي لك اياهم يا اخي. تقول وانا اسمع اسمع انت مخسرنا الان فوق 2000 دولار. اسكت لا لا تسولف لا تسولف لا تسولف لا تسولف لا تسولف لا تنظر لا تنظرني لا تسولف مره ما ولا اسمع نفسك. خلاص وخر كمان بوي يا ابو براء. انا على ام الضيقه حتى مت هنا حتى الكلب حقي مات. الله يلعن ام الضيقه. اول واحد عطنا سامع. ايوه يو يو اي معنى يا يو اي معنى يا ابو براء.
يا رب العباد، يا رب العباد اسعدهم زي ما هم قاعدين يسعدونا يا رب العباد. ابو خالد ايش اسمه؟ خذ 200، انا اعطيتك ال 200 حقتي اللي لقيتها تستاهلها، هذه هديه، هديه يا كلبي اللدود، يا كلبي اللطيف. تعال يا كلبي قلها وتعال، تعال على ابو شكلك، تعال تعال حسبي الله عليك تعال. جيش السواحات مسعى خلف القمة واكثر، نلقى المحبط حاول يكسر بس الصدمة اكثر، نكبر شونج اكس بونج معلم في ضحكتكم، يوز اس اكس بي افضل كود في ساحتكم، فوق المليون نمضي شاد بظهري في جمهوري، اقوى جمهور باليوتيوب بالعالم تشهد على حضوري، هذه بس بداية دامي سيد في الرواية، راح اكمل بطريقي ما اشوف صفحة نهاية.